بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الاستفادة من الآيات من قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله تعالى: وكفى بالله شهيدا. قد سبق في الحلقة السابقة ما تيسر من ذلك، ونواصل الآن أخذ الفوائد من هذه الآيات. فيؤخذ منها إثبات اسمين من أسماء الله عز وجل، وذلك في قوله: وكان الله عزيزا حكيما. فهو العزيز وهو الحكيم، والعزيز معناه القوي الذي لا يغالب سبحانه وتعالى، والذي لا يعجزه شيء. والحكيم من الحكمة أو الإحكام، فالحكمة وضع الشيء في مواضعه، فالله جل وعلا يضع الهداية والثواب بالجنة والجزاء الحسن في من يستحق ذلك، ممن فعل السبب من قبله وهو العمل الصالح، ويضع العذاب والعقوبة في من يستحقهما ممن عصى الله وكفر بآياته وعصى رسله، فإن الله جل وعلا يضع به العقوبة. هذا من حكمته سبحانه وتعالى، وضع الشيء في موضعه اللائق به. والحكمة كما يقولون وضع الشيء في موضعه. والمعنى الثاني للحكيم المحكم المتقن، لأن الله سبحانه وتعالى أتقن مخلوقاته وكملها سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. فالله سبحانه وتعالى أحكم الأشياء والمخلوقات ونظمها وأعطاها كل ما تحتاج إليه حتى تؤدي وظيفتها في هذا الكون. فما من شيء إلا وهو يجري بنظام إلهي دقيق وحكمة بالغة ونظام محكم لا يتبدل ولا يتغير. فهذا من معنى الحكيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك بشهادة الله له بالرسالة، وشهادة ملائكته بالرسالة، وأيضا في أنه على سبيل النبيين، لم يختلف عنهم في دعوته عليه الصلاة والسلام، ولم يختلف عنهم فيما يبلغ عن الله سبحانه وتعالى، بل جادة الرسل واحدة، لم يختلف واحد منهم عن الآخر في تبليغ الوحي عن الله، وإن كانت تختلف شرائعهم بحسب مصالح العباد في كل وقت. فالله جل وعلا قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الجميع يدعون إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، وينهون عن الشرك. والعبادة عبادة الله تكون بما شرعه في كل وقت بحسبه، وتكون باتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذه هي العبادة الصحيحة، ما توفر فيها شرطان:
الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والاتباع للرسول، وترك البدع والمحدثات. هذا هو دين الأنبياء في كل زمان ومكان. فعلامات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة وعظيمة، منها ما ذكره الله في هذه الآيات، أن الله جل وعلا شهد له بالرسالة، وأن الملائكة يشهدون له بالرسالة، وأنه أوحى إليه كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعده. وهناك كتب ضخمة مؤلفة في دلائل النبوة أو تثبيت دلائل النبوة، وهي ولله الحمد متوفرة ومطبوعة. فالشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسالة، وشهد له بها، وشهدت له بها ملائكته. فلا يضر أن اليهود حسدوه وأنكروا رسالته، أو أن عباد الأوثان والأصنام والقبور والأضرحة أنكروا ما جاء به من التوحيد، واحتجوا بما عليه آباؤهم وأجدادهم على غير بصيرة وعلى غير نور من الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ من هذه الآيات أن القرآن الكريم منزل من عند الله غير مخلوق، وأنه وحي من الله جل وعلا، وهو من كلامه، وكلامه صفة من صفاته سبحانه، فهو بأسمائه وصفاته الخالق، وما سواه فهو مخلوق. فالقرآن من كلامه سبحانه، وهو منزل منه، تكلم الله به وبلغه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق. في هذا رد على الجهمية ومن سار على نهجهم، الذين ينفون الكلام عن الله جل وعلا، ويقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره. فهذا القرآن هو من كلام جبريل أو من كلام محمد، وليس من عند الله عز وجل، وإنما خلقه الله في جبريل، أو خلقه في اللوح المحفوظ، أو خلقه في محمد، كذا يقولون قبحهم الله. فيصفون الله جل وعلا بأنه لا يتكلم، ويتنقصونه بذلك، ويجحدون صفة من صفاته، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والأشاعرة يقولون القرآن معناه من الله، وأما حروفه فإنها من المخلوق، فهو يجتمع فيه أنه كلام الله وأنه كلام محمد. فالذي من عند الله هو المعنى، والذي من عند محمد هو اللفظ والحروف والصوت، كذا يقولون. وهذا ضلال مبين، وهو لا يخرج عن قول الجهمية الجاحدين، بل هو أغرب من قول الجهمية. فكيف يكون الكلام مشتركا بين اثنين، المعنى من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من أغرب ما يقال. فهم ليسوا مع أهل السنة، وليسوا مع الجهمية، وإنما هم مذبذبون بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ويؤخذ من هذه الآيات إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، فإن القرآن هو من علم الله، كما قال تعالى أنزله بعلمه، فهو نزل بعلم الله، والله يعلم أنه
أنه وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم كما أنزله من غير تحريف ومن غير تحريف ومن غير تغيير، بل إن الروح الأمين جبريل عليه السلام بلغه إلى محمد كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.